ندوزو للجزء الثاني من هذا الدرس ديال لو برينسيپ دينيرسي اللي غادي نشوفو فيه لا رولاسيون باري سونتريك. اذا قبل ما نتعرفو على هاد لا رولاسيون باري سونتريك نذكرو شنو درنا في الجزء الاول. اذا في الجزء الاول شفنا فيه لو برينسيپ دينيرسي. اذا بكل بساطه هاد البرينسيپ شنو كيقول لنا اللي عطاه لينا نيوتن، ان إلا كان لا سوم دي فورس إتيكال لو فيكتور نيل، يعني واحد لو كور بسودو إيزولي، راه ضروري أن هاد الفيكتور فيتيس دو سونتر دينيرسي ديال هاد لو كور كامل كتكون كونستونت. شنو كيعني هذا؟ بأن إما هاد لو كور راه أو غوبو غيبقى أو غوبو، يعني إلا كان في سكون راه غيبقى في سكون، ولا إلا كان في حركة راه الحركة ديالو كيفاش غادي تكون؟ موفمون ريكتيليني أونيفورم. موفمون ريكتيلين اونيفورم يعني الفيكتور فيتيس راه كونستون. والعكس صحيح، يعني الا كان عندي لا لقيت بان الفيكتور فيتيس نو شونج با، يعني ولا كان الجسم اما او غوبو ولا لا كان في موفمون، راه داك الفيكتور فيتيس ما كتغيرش. شنو كاين شنو يمكن لي نستنتج؟ بان هاد لو كور راه لا سوم دي فورس اكزيرسي على هاد لو كور راه ايتيغال لو فيكتور نول، ولا كنقولوا بان هاد لي فورس كومبونس. اذا هذا هو لو برينسيپ دينيرسي. وشفنا هاد لو سونتر دينيرسي، اذا قلنا شكون شنو هو هاد لو سونتر دينيرسي؟ بأن هو واحد النقطة اللي كيتميز بها أي جسم، يعني أي جسم راه عنده واحد النقطة اللي هي بارتيكوليي و يونيك، يعني وحيدة في الجسم، اللي إلا كان الجسم بسودو إيزولي راه هاد النقطة هادي غادي تكون عندها ضروري واحد الموفمون اللي هي ريكتيليني أونيفورم. وبالتالي شفنا هاد لو سونتر دينيرسي بالنسبة للديكور هوموجين. اش كنقول كور هوموجين؟ يعني واحد لو كور اللي كيتكون من نفس الماده، يعني فيه ميم ماتيريو، ولا بصيغه اخرى ان الا خديت مثلا هاد الجسم هذا وكان هوموجين، راه اي قطعه خديتها من هاد الجسم، يعني مثلا خديت واحد القطعه من هنا وقطعه من هنايا، اذا هاد جوج ديال القطع راه غادي يكون متكونين، يعني داك الماده موزعة فيهم بنفس الشكل. إذا هاد الشيء شنو كان نقصدو بديكور اللي هما هوموجين، وما ندخلوش في التفاصيل لأن بزاف ما يتقال في هاد ليكور هوموجين، قدو نبرهنو عليهم بلاماس فوليوميك اكسيتيرا، يعني ما نهضروش حنا على هاد الشيء. وبالتالي هاد ليكور اللي هما هوموجين اللي كيتكونوا مثلا من نفس المادة، لو سونتر دينيرسي ديالهم راه باين. قلنا لو سونتر دينيرسي هو اللي كيتطابق مع سونتر دو سيمتري ديال هاد لي كور، فاش كيكونوا قلنا اوموجين وكيكون عندهم واحد لا فورم اللي هي سامبل، يعني كنعرفوا شنو هو سونتر دو دينيرسي ديالهم، يعني داك النقطة اللي غادي يكون عندها واحد الحركة اللي هي خاصة، يعني واحد الحركة اللي هي مستقيمية ومنتظمة، يعني موفمون ريكتيليني اونيفورم. دابا مثلا الى خديت هاد الجسم يعني سيلاندر وربطته مع هاد الكاري هذا، اذا مثلا بحال هاد الشكل، اذا كنعرف انا لو سونتر دينيرسي ديال هاد سيلاندر وكنعرف سونتر دينيرسي ديال هاد لو كور ديال هاد الكاري، ولكن انا بغيت هاد الحاله ندرس هاد لو كور كامل، هذا كامل نعتبره كور واحد. اذا باش نحدد هاد لو سونتر دينيرسي ديال هاد لو سيستيم كامل اللي كيتكون من سيلاندر ومن الكاري، الا بغيت نحدد لو سونتر دينيرسي، شنو هو سونتر دينيرسي؟ يعني الا حركت هاد الجسم كامل، الا خليته يكون او موفمون، ولا كان وكان بسودو ايزولي، فينا هي داك النقطه من هاد الجسم كامل اللي غادي تكون عندها واحد لو موفمون ريكتيليني اونيفورم. يعني هادشي شنو كيعني هاد لو سونتر ديال دينيرسي ديال لو سيستيم كامل. اذا باش نحددو في هاد الحاله كنحتاج واحد لا رولاسيون اللي سميتها رولاسيون باري سونتريك، ولكن هاد الرولاسيون باري سونتريك هي ما كتهضرش على لو سونتر دو غرافيتي دو سونتر دينيرسي،
بليتو هي كتهضر على لو سونتر دو ماس. اذا شنو العلاقه ما بين سونتر دو ماس و سونتر دينارسي؟ اذا سونتر دو ماس يعني بكل بساطه هو واحد نقطه من الجسم اللي كتحقق ليه التوازن ديالو. مثلا الا خدينا هذا المسطره، هاد المسطره راها اوموجين صافي، فين غادي يكون سونتر دو ماس ديالها؟ اذا سونتر دو ماس حتى هو كيكون في سونتر دو سيمتري، يعني غادي يكون تقريبا هنايا. اذا الا شديت هاد المسطره ودرت هنايا شديتها من هاد سونتر دينارسي، كنشوفوا بان هاد المسطره راها في ليكيليبر، يعني في واحد التوازن، لان سونتر دو ماس ديالها راه منطبق مع سونتر دينارسي. دابا الى سونتر دو ماس ولا لهاد الجهه فين؟ اذا كنشوفوا بان التوازن ما بقاش، يعني المسطره هبطت لهاد الجهه، وكان الثقل كامل ديال المسطره راه كاين في هاد سونتر دو ماس، يعني الثقل كامل ديال هاد المسطره راه كاين في هاد الجهه هادي. دابا الى حزت المسطره لهاد الجهه كنلقى بان عاوتاني كتهبط لهاد الجهه، يعني كان داك سونتر دو ماس جا لهاد الجهه، يعني بحال الثقل كامل ديال المسطره راه كاين في الجهه الاخرى. اذا هاد النقطه هادي ديال هاد الجسم كنسميوها سونتر دو ماس. اذا سونتر دو ماس في هاد الحاله ديال ديكور اوموجين راه كينطابق مع لو سونتر دينارسي. اذا باش نحدد هاد سونتر دينارسي ديال لونسومبل كنحتاج هاد الغولاسيون باري سونتريك. هاد الغولاسيون باري سونتريك قلنا كتعلق ب كتعطيني لو سونتر دو ماس دان سيستيم. اذا باش نحدد انا لو سونتر دينارسي ديال هاد السيستيم هذا كنحتاج الغولاسيون باري سونتريك. وعلاش؟ لان هاد لو بوين هاد سونتر دينارسي ديال هاد المجموعه كامله راه غادي ينطابق مع سونتر دو ماس. يعني الا حددت سونتر دو ماس راه بحال اللي راني حددت، راه حددت هاد سونتر دينارسي. اذا هذا هو صعوبه في هاد الجزء، ان التلميذ ما كيعرفش كان كيهضر على البرينسيپ دينارسي على سونتر دينارسي، شويه كنبداو نهضروا ليه على سونتر دو ماس. اذا كيبقى علاش كنستعملوا هاد سونتر دو ماس وحنا كنهضروا على سونتر دينارسي؟ علاش كنستعملوه؟ لان قلنا بان سونتر دو ماس في هاد الحاله ديالنا راه كينطابق، يعني بالنسبه لهاد لي كور اللي هما اوموجين راه سونتر دو ماس كينطابق مع سونتر دو دينارسي، وانا هاد سونتر دو ماس هو اللي عندي العلاقه انني نلقاه بالنسبه الا كانت عندي واحد المجموعه، يعني الا كان عندي واحد سيستيم كيتكون من بزاف ديال لي كور راه نقد نعرف فين هو سونتر دو ماس ديالهم كاملين، هي اللي كتسمى غولاسيون باري سونتريك. ولا عرفت سونتر دو ماس ديالهم كاملين راه كينطابق مع سونتر دينارسي. اذا دابا غادي نشوفوا شنو هي هاد لا غولاسيون باري سونتريك، شنو كتقول لينا. اذا بالنسبه لهاد لا غولاسيون، الا كان عندي واحد لو كور اللي كنعرف لو سونتر دينارسي ديالو ولا لو سونتر دو ماس، و الجسم الثاني اللي حتى هو كنعرف لو سونتر دو ماس ديالو، راه ممكن بهاد لا غولاسيون باري سونتريك نعرف فين هو لو سونتر دو ماس ولا سونتر دينارسي ديال هاد المجموعه. اذا شنو كندير؟ كتعطي لنا هاد العلاقه او جي اتاك، هاد جي هذا هو لو سونتر دو ماس ديال هاد لونسومبل كامله ولا لو سونتر دينارسي. هاد او واحد النقطه، يعني واحد بوين فيكس د لاسباس، يعني واحد النقطه اللي كناخدوها فيكس. باش نعرفو فين كاين هاد جي، اذا كنديرو ام ا، يعني ضروري نحتاج لا ماس ديال الجسم الاول ام ا او جي ا. جي ا هو لو سونتر دو ماس ديال الجسم الاول، بلس ام 2 او جي 2 مقسومه على ام 1
plus M2. Donc, هذه هي la relation barycentrique اللي كتعطيناش فين كاين هذا لو سونتر ديال هذا لونسومبل. هنا في الحالة ديال عندي جوج ديال الأجسام، ولكن راه هي هاد لا رولاسيون باريسونتريك كتعطيني واخا يكون عندي جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني ان كوغ راه غادي تعطيني فين كاين هاد لو سونتر. إذن بالنسبة لجوج ديال الأجسام هذه هي العلاقة، بالنسبة لثلاثة ديال الأجسام شنو كنزيد؟ هي ام دو و جي ام تخوا و جي تخوا، وهنا كنزيد ام تخوا. بالنسبة لربعة الأجسام M4 و G4 ونزيد هنايا على ونزيد هنايا M4، يعني بصفة عامة نمشيو حتى ل MN، يعني شحال ما كان من جسم غنديرو O GN على نزيدو هنايا M5. إذن هاد العلاقة رياضيا شنو ممكن نبسطها؟ إذا كندير بأن هاد M1 أو G1 بلس M2 أو G2، يعني ديما عندي هنايا لا صوم، عندي هنايا زائد، وبالتالي كنعبر عليها بهاد سيغما. سيغما يعني كتعني لا صوم ديال اش؟ ديال MI أو GI. شنو كنعنيو بهاد إي؟ هاد إي هو واحد العدد كيمشي لنا من واحد، يعني إلا كان جسم واحد راه ندير هنا واحد، كانوا جوج غندير جوج. إذن هنايا من الجسم الأول حتى الجسم الأخير اللي عندي في المجموعة، يعني كانوا عندي ربعة ديال الأجسام، غادي نحبس حد هاد إي غتحبس حد ربعة، يعني إم واحد زائد إم جوج زائد إم ثلاثة زائد إم أربعة. كانت هاد إي كانوا عندي جوج ديال الأجسام، يعني إن كتحبس حد جوج غندير إم أ زائد إم دو. إذن هادشي شنو كتعني؟ هاد لاسوم كتمشي من أ حتى الأن، أن يعني العدد ديال داك الأجسام اللي عندنا، ومقسومة على ياش؟ على لاسوم ديال إم إي. عاوتاني إي كتمشي من واحد حتى الأن. إذن هاد العلاقة هادي راه هي هادي اللي هنايا. إذن هادي هي العلاقة اللي كنسميها غولاسيون باريسونتريك، يعني كتعطيني فين كاين لو باريسونتر ولا لو سونتر دو ماس ديال واحد سيستيم كومبوزي دو بليزيور كور. إلا كنت عارفة لو سونتر دو ماس دو شاك كور. إذن باش نلخصو هاد الفقرة كاملة ديال الدرس، أهم حاجة خصنا نعرفو هاد لاغولاسيون باريسونتريك اللي كتحدد لينا واحد سونتر دينيرسي ديال سيستيم اللي كتكون بليزيوغ كور، وهاد الكور خصهم يكونوا هوموجين. علاش قلنا هوموجين؟ باش يكون سونتر دو ماس كينطابق مع سونتر دينيرسي وهو سونتر دو غرافيتي. إذن دابا هاد العلاقة اللي هي مهمة واللي خصكم تعرفوا كيفاش تطبقوها، غادي ندوزو نشوفو أمثلة، نشوفو مثال واحد اللي غادي نطبقو فيه هاد لا غولاسيون، وفي سيري دكزارسيس غادي نحاولو نشوفو أمثلة أخرين. مثلا نشوفو إلا كان سيستيم فيه باغ إكزومبل كاري وهنايا سفير ولا كاري و ديسك، ولا هنايا يكون عندي هنايا ريكتانغل دو ريكتانغل، يكون هنايا ديسك، يعني بزاف ديال الاشكال غادي نشوفوهم ان شاء الله في سيري ديكزارسيس، يعني نعرفو نحددو فينا هو السونتر دينيرسي في كل حال. اذا دابا غادي نشوفو واحد المثال بسيط غير باش نعرفو كيفاش كنطبقو هاد العلاقه ببساطه. إذن هنايا ليكزارسيس، أون كونسيدير دو بول هوموجين ليي باغ أون ليزون ريجيد دو ماس نيجليجابل. يعني هنايا عندي دو بول، لا بول أن و لا بول دو. لا بول أن عندها لو سونتر دينيرسي جي أن و دو ماس 100 غرام، إذن عطاونا لو سونتر كاين و لا ماس. لا بول دو دو سونتر دينيرسي جي دو و دو ماس ام دو إتيكال 400 غرام. وهاد لي دو بول هادو راهم مرتبطين بواحد ليزون لي هي ريجيد، يعني متينه ما غاديش تقطع ويتفرقوا.
اذا متينه وراها عندها واحد لا ماس نيغليجابل. كيقولوا لنا لا ماس نيغليجابل يعني باش نخدمو غير يعني بحال اللي عندنا راه جوج الاجسام صافي، غير لا بول ام ا ولا بول ام 2. تانا تاونا لا بول ام ا راها اوموجين، يعني لو سونتر ديالها راه في الوسط، يعني سونتر دينيرسي. بالنسبه لا بول ام 2 راه سونتر دينيرسي في الوسط ديالها. دابا شنو السؤال؟ ساشون كو جي ان جي 2، جي ان جي 2 يعني المسافه ما بين لو سونتر دينيرسي دو لا بول 1 و لو سونتر دينيرسي دو لا بول 2. عطاونا هاد المسافه هادي اللي هي 10 سنتيمتر. Déterminer le centre d'inertie G de l'ensemble boule 1 plus la boule 2. يعني حنا عارفين G1 وعارفين فين كاين G2، ولكن فين غادي يكون لو سونتر دينارسي ديال هاد المجموعه كامله. تنكون كان هاد لا ماس يعني بحال هاد لي بول، يعني كانت لا ماس دو M1 هي لا ماس دو M2، راه بطبيعه الحال راه غادي يكون لو سونتر في دينارسي ديالهم كامل غيكون في الوسط ديالهم، لان يعني نفس الثقل اللي هنا هو اللي هنا، ولكن هنا لا، كاين لي ماس مختلفين، وبالتالي لو سونتر دينارسي ما غاديش يكون في الوسط. اذا كيفاش غادي ندير نحددو بلا رولاسيون باري سونتريك؟ غادي نكتب لا رولاسيون ديالي، عندي او جي، دان او جي هاد جي قلنا هو لو سونتر دينارسي ديال لونسومبل لا بول ام 1 و لا بول ام 2 ايتيغال. شحال عندي هنايا من كور؟ عندي دو كور، وبالتالي غادي تكون ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2، وهنايا بالفيكتور ديفيزي بار M1 plus M2. دابا هاد او هذا اللي خديناه واحد البوان كالكون كوم لاسباس، دابا غادي نحددوه فينا هو. هاد او بما انه هو غير نقطه، كيما بغينا فيما بغينا نحطوها نحطوها، اللي كنعتبروها مثلا هي الا خدينا هنايا واحد الغوبير كناخدوها هي الاصل ديال داك الغوبير باش كيسهل علينا الحساب. اذا هنايا مثلا هاد او هادي غناخدها مع جي ان، يعني بحال اللي خديت هنايا واحد الغوبير اللي الاصل ديالو هو او، وهنايا كناخدو فيكتور يونيتار، هذا هو الغوبير ديالي. هاد او الاصل ديالو راها منطبقه مع جي ان، يعني كنقول اون كونسيدير او. اش كندير هكا؟ هذا الرمز هذا كيعني منطبقه، يعني او راه جايه مع جي ان، راه ماشي ضروري ناخذ او في جي ان، راه نقد ناخذها منطبقه مع جي 2. يعني الا ما فرضوش عليا في التمرين فين غناخذ او، ناخذها في يعني في البلاصه اللي بغيت انا واللي غادي يجيني فيها سهل الحساب. نقد ناخذها في الوسط يعني مع اي نقطه، ولكن حنا علاش كناخدوها مع اما سونتر دينارسي ديال جي 1 ولا جي 2؟ غير باش كيكونوا عندنا اختزالات. حنا غادي نشوفوا كيفاش. دابا الا كانت او منطبقه مع جي 1، يعني بلاصه ما نبقى نكتب او غادي نكتب بلاصه جي 1، يعني جي 1 جي هذا الفيكتور ايتيغال ام 1. دابا عندي عاوتاني او غنكتب بلاصه جي 1، جي 1 بلس ام 2 G1 G2 divisé par M1 plus M2. دابا كنلاحظ هنايا بان عندي G1 G1، اذا G1 راه هي G1، وبالتالي هاد الفيكتور راه تيكال فيكتور نول. اذا هادشي كامل لا داعي انني نكتبو، وبالتالي شنو غادي تولي العلاقه ديالي؟ جي ان جي ايتيغال ام 1 ديفيزي بار ام 1 بلس ام 2 جي ان جي 2.
دابا انا عندي هاد العلاقات ب دي فيكتور دان خصني وانا بغيت دي ديستانس يعني كيفاش غادي ندوز من لي فيكتور لي ديستانس غادي نشوف بان هاد لو سونتر دينيرسي ديال هاد لونسومبل فين غادي يكون اذا ما غايقدش يكون غير هاد غير في هاد في هاد المستقيم هذا يعني ما بين جي 1 و جي 2 وبالتالي يعني ما غاديش يكون في هاد الجهه ولا في هاد الجهه غادي يكون ما بين جي 1 و جي 2 وبالتالي جي 1 جي يعني جي 1 جي غادي يكون في هاد الاتجاه في هاد المنحه و جي 1 جي 2 جي 1 جي 2 في هاد الاتجاه اذا عندهم ميم ديريكسيون و ميم سونس وبالتالي الا عندهم ميم سونس ممكن اننا نحيدو هاد الفيكتور اما الا ما كانش عندهم ميم سونس راه كداك الساعه كنستعمل هاد الغوبير يعني دابا داك الساعه كندير الاسقاطات يعني دابا راه بحال اللي درت الاسقاط يعني او جي راه منطبقه مع يعني عندها نفس ميم سونس مع الفيكتور يونيتير و جي 1 جي 2 عندها ميم سونس مع الفيكتور يونيتير اذا هنايا كنحيد هاد الفيكتور اما الا كان عندهم دو سونس اوبوزي داك الساعه راه كنلقى كنعوض بناقص دابا نشوفوا امثله في سيري ديكزارسيس اللي غادي ما غاديش يكون عندهم ميم سونس اذا جي 1 جي دابا غادي نكتب بلي ديستونس ولا لي نور ام 1 ديفيزي بار ام 1 بلس باردون هنايا ام 2 لان عندي هادي مشات بقات لي ام 2 اذا ام 2 ديفيزي بار ام 1 بلس ام 2 جي 1 جي 2 هنايا كنعوض دابا ب القياسات اللي عطاوني عندي عندي ام 2 سي 400 ديفيزي بار ام 1 سي 100 بلس 400 هنايا رد البال حاجه وحده عاوتاني لي زونيتي خاص يكون هاد لي زونيتي بحال بحال باش هنايا هاد الغرام غادي تمشي مع هاد لونيتي هادي لي غرام يعني الا ما كانوش ميم يونيتي خصنا نحولو ماشي ضروري يكون عندي بالكيلوغرام لان راه كتختزل ولكن اللي ضروري عندي هي ان يكونوا ميم يونيتي دان جي 1 جي 2 راه عطاوها لينا جي 1 جي 2 هي 10 سنتيمتر اذا فوا 10 سنتيمتر هنا ماشي ضروري عاوتاني نحول المتر غير هادشي اللي غادي يكون هنايا هاد القياس اللي غادي يعطيني جي 1 جي راه غيكون حتى هو بسنتيمتر وكنحسبوا هاد كنديروا الحساب كنلقاو تقريبا كنلقاو بالضبط 8 سنتيمتر يعني جي 1 جي 8 سنتيمتر وبالتالي الا جينا نشوفوها فين كاينه هنايا هنايا كاين من جي 1 حتى جي 2 كاين 10 سنتيمتر يعني من جي 1 حتى جي كاين 8 سنتيمتر يعني فين غادي تكون جي غادي تكون هنايا يعني قريبه ل اللي نحسبوا وغادي تكون قريبه لهاد لابول ام 2 لابول 2 علاش لان لابول 2 هي اللي عندها لا ماس الكبيره وبالتالي ديما هاد لو سونتر دو ماس ولا سونتر دينيرسي كيكون في الجهه فين كيكون الجسم اللي عنده لا ماس الكبيره يعني هو كيكون في الجهه اللي ثقيله لان هنايا هادشي علاش عوضنا قلنا هاد اوبجي 1 باش ناخذوا الحساب يعني باش نعرف انا فين كاينه جي خصني ناخذ واحد النقطه مرجعية اللي رجع ليها باش نحسب هاد المسافه اللي هي خديتها جي 1 يعني غنحسب جي 1 جي نفس الشيء كون خديت عاوتاني او منطبقه مع جي 2 تقدو تعاودوا عاوتاني الحساب كامل ب جي 2 يعني هنايا غادي تعوضوا جي 2 جي ايتيغال ام 1 جي 2 جي 1 بلس ام 2 جي 2 جي 2 غادي تمشي هادي وغادي تحسبوا وبالتالي شحال خاصكم تلقاو غادي تلقاو في التالي بان جي 2 جي راه غادي تلقاوها هي 2 سنتيمتر لان هاد المسافه كامله هي 10 الا كانت هادي
8 سنتيمتر، يعني الى حسبنا من هذه الجهه غادي تكون 2 سنتيمتر. اذا عاودوا الحساب وشوفوا هنايا واش غادي تعطيكم 2 سنتيمتر. يعني اما الا درنا ومنطبقه مع الجي ولا مع الجي دو راه غادي يعطينا نفس البلاصه فين كاينه الجي، يعني ما غاديش تبدل. الا بدلنا هاد النقط هادو ما غاديش يتبدل فين كاين لو سونتر ديال لونسومبل. داكشي علاش قلنا كان